يعني ده استحقاق التالت واستحقاق مهم لمصر ويعني ده صوت كل واحد فينا يقول رأيه للحكومة ويوصل رأي الحكومة. ده هو الطريقة اللي يقدر يوصل رأي الحكومة، وبالتالي هو مسؤول أمام الله وأمام الوطن. هو ما يجيش بعد كده يقول أنا ما شاركتش وما حدش بيسمع كلام. إحنا لسه في تجربة جديدة في مصر ما ننساهاش، ولكن أنا شايف الحمد لله إن في يعني يمكن إحنا كنا في الجيزة عندنا في المرحلة الأولى كانت أخف شوية، الحمد لله في تحسن في الإقبال على المشاركة. أعتقد برضو الإعلام كان دوره المرة دي يعني في المرحلة الثانية أحسن من المرحلة الأولى، ويمكن الناس ابتدت تعي أهمية المشاركة في الانتخابات. إن شاء الله يعني بإذن الله نتوقع أن يكون في نسبة قريبة. السلام عليكم.